طيب لو اتكلمنا عن محمد عواد، وانت لسه بتتكلم عن محمد عواد، محمد عواد عامل اداء محترم جدا في اخر المباريات. يمكن المباراه اللي فاتت امام طلائع الجيش انت كسبت 4، ولكن هو زاد عن مرماه في كورتين مهمين جدا في نهايه المباراه. الماتش التاني على التوالي بيخرج بيه كلين شيت وبياخد رجل المباراه، بيصد اكتر من 4 أو 5 كور تحت بين القائمين والعارضه في ماتش امبارح ده، وهجمات كانت كتيره جدا عليه في ثبات في مستوى محمد عواد. محمد عواد حارس لما كان حتى موجود في الوحده السعوديه اخطبوطي، مش في شبهه كتير في مصر. والحارس ده على فكره كل الانديه الاوروبيه لما كان في الوحده، لما طلع من الاسماعيلي وطلع للوحده، كان في انديه كتير جدا في اوروبا كانت عايزاه. عنده رشاقه مش موجوده في، يعني في حارس نمطي وفي حارس عنده الموهبه. عواد موهوب، مش حارس نمطي اللي هو الجسم التقيل اللي واقف على الموهبه واشتغل على بالظبط، طور دي وعنده تراي غير طبيعي وعنده سرعه رد فعل وعنده ذكاء من الحراس الذكيه زي نوير كده، مع فرق التشبيه عشان الناس تقول لك انت بتشبه. اه طبعا ليه لا، عواد برضو يعني نادي الزمالك نادي كبير زيه زي اي نادي موجود بره، ولو كانت جت فرصه لعواد كان من افضل الحراس كمان على مستوى العالم مش بس في مصر، لانه حارس موهوب. والنوعيه بتاعت الحارس الموهوب دي نادره وشحه، اللي هو اللعيب اللي بيتوقع الكوره اللي بيقدر يشغل زمايله، اللي تلاقي مثلا لو الليبرو او مثلا اخر ما عادش فيه ليبرو، لكن اخر لاعب عندك مساك غلط او سرح تلاقيه هو قايم بدور الليبرو، هو اللي بيغطي وهو اللي بيقطع اخر كوره، ما بيسيبش مساحه للمهاجم. فحارس موهوب مكمل واحنا مكملين في ظهره. يمكن النهارده هو كمان بيلعب كده مع الجمهور على السوشيال ميديا، هو بيحب جمهور الزمالك جدا ونزل سهم وقوس لجماهير الزمالك بيقول لهم يعني انا معاكم وبحبكم، احنا كمان متعلقين بيه جدا وبنقول له كمل، وبنقول لكل لعيبه الزمالك ما حدش يسمع، جمهور الزمالك الحقيقي واقف في ظهركم.